نسيت. ايه صح، يوم جديد وفلوق جديد. ايش شافكم عندي؟ هزاح ليان؟ ايش تسوون هنا انتو؟ صرت سمر، وين كنتوا؟ شو هزاع؟ ضعفت كثير بعد. انا في امريكا. وش سويت هناك في امريكا؟ تعلمتوا انجليزي؟ ايه. تكلمون الحين انجليزي؟ ايه. استفدتوا كثير ولا لا؟ كثير. تعال يلا خلينا ندخل داخل. ايش صار على مزرعة الامل؟ اهتميتي بمزرعة الامل ليان؟ ايه. فيها ورود؟ افا. يا مرحبا، هلا والله، نورت البيت. وينستون؟ رجعت البيت وعلى طول رفعت فلوق الاخير، مع ان حاليا الوقت متاخر في السعودية، الا المشاهدات عالية، اكثر من 35,000 لايك. ايش رايك فيهم ليان؟ كفو، الله علينا. مبسوطين جالسين في البيت عندي، ها؟ جيتوا كندا. طيب الحين وين تبغون اوديكم؟ مسبح. متفقين انتوا. طيب وين مفتاح الكاميرا؟ خلينا نشوف اول شيء تشتغل ولا لا. اذا ما تشتغل الكاميرا عندي حديقة ورا البيت، نجلس هناك كلنا نرتاح. ايش رايك؟ يلا. انكسر انكسر انكسر. خلينا نشوف تشتغل ولا لا. مين سبحان؟ بسم الله. واحد، اثنين، ثلاثة. اشتغلت؟ شوف الدخان اللي قاعد يطلع. اشتغلت السيارة. الريح، استغفر الله. وين ملابس السباحة جاهزة؟ كفو. ايه. يا روح جيبوها بسرعة. يا روح جيبوا ملابس السباحة. اصحاب اثنين يعني راجع من سفر وحاله وترجع لهذا الفلتر. انور اللي سوى الفلتر اللي راح سوى هذا بعد. شكرا لك يا عسل. اصحاب اثنين دائما معك، دائما معك. جبت الاغراض؟ شكرا. يلا اشتقت لكم ترى كثير، البيت بدونكم ولا شيء، زهقت لحالي. هلا والله، هلا بالزين. استنى حتى انت جيت تستقبلين. انا لو ادري بس ايش صار لذيلك. شوف ما شفت اللي عندنا في البيت تعب. يلا بروح انا المسبح، خليك برجع لك. تو انا راجعين من سفر وعلى المسبح عشان خاطر حلوين. واخيرا اثنين. يلا هزع. يلا اتوقع هذيك السياره جايبينها هديه لاحد. خلينا نشوف تعال شو كيف غلفينها، يعني حتى ما تقدر تفتح الباب كله بالونه داخل. او في احد يسوي مقلب صديقه صح؟ اي تتوقع مقلب؟ اي او عيد ميلاد اليوم راح يجي. احب الاصدقاء اللي زي كذا دائما يسوون اشياء، فهمتيها؟ اي الى المسبح. يا مرحبا فيكم. هلا والله. طبعا هناك حقين سكيت بورد، هناك السله، مكان ما لعبنا تنس. لا انا طبعا. شوفوا هذا ذو الاحتياجات الخاصة، ما يحتاج تلمس الباب ولا شيء. السلام عليك هزاع، يلا ادخل. هنا مكتوب لوست اند فاوند، كل الملابس اللي ضاعت يحطونها هنا، والله كثير اللي ضيعوا اغراض. يلا نجي هنا ونبدل، لان هذا حمام رجال، مكتوب حمام رجال وكل اللغات الا العربي. حمامات. واحد، اثنين، ثلاثة. خلصنا سباحة، وصلتوا؟ اي كثير؟ كثير، نبي نجي مرة ثانية بالباص. ومن زمان عن هذا المكان يا ليان، جبتي لنا هنا من جديد. كالعادة فيكتوريا فاضية، مع ان اليوم جمعة ويكند عندهم، لكن هدوء. عرفت اللي يحب فيكتوريا؟ عكس لندن. طيب وصلنا المواقف، وقفنا السيارة، شوف التغييرات اللي حصلتها. أول كنا عادي نوقف هنا، إذا تذكرون بالفلوقات القديمة كنا نوقف. لكن حاليا جيت ولقيت خصصوا المكان هذا كامل لذي الاحتياجات الخاصة. هنيهم والله. صح؟ ايش؟ كندا لازم يهتمون فيهم صح؟ كل مكان يهتمون فيهم حتى عندنا. شوف هنا يقول لك تنبيه، اذا وقفت سيارتك في مكانهم سيارتك راح تنسحب، ترجع الباص يعني. وكيف يعرفون قيم؟ شوف اذا إذا أنت من ذي الاحتياجات الخاصة، تعال شوف تعلق هذه، بس يعني مو أي واحد يوقف سيارته هنا، يعني لازم يكون بكرسي، لا، أنا صديقي مرة طاح وعور ظهره، وعطوه شيء زي كذا، وصار يقدر يوقف. وهنا السيارة اللي شحن. صح. خلاص امسك انت صور فلوق بدالي امسك. يا تعال قبل ما يقفل المطعم، عاد قلنا فيكتوريا هدوء بس تقفل بدري ترى. يا سمسم. افتح لك الباب. هلا والله حتى انت وحشتنا ترى. هزاع ليان اختار هذا المطعم. صور صور الكاميرا وحجز. اوكي. اوكي كذا. فرحان الحين جت الطلبات؟ ايوه. الحمد لله كذا يكون خلصنا عشاء. كيف كان ليان؟ عجبك هزاع؟ بعد ما رجعنا امس من التعب عطوا نمنا. بس شوف مزرعة الامل نوريهم. طيب يا جماعة تعالوا شوف ايش صار بمزرعة الامل. بس بقول لك ليان ترى كثير في السعودية يسألوني اثنين ايش اخبار مزرعة الامل؟ اقول لهم تمام تمام. في اشخاص في سناب يرسلوا لي سوالهم مزرعة امل خاصة فيهم. الكلب يكون عنده مزرعة امل. هذا الجزر بس ما ادري ايش طلع هناك. ليان انت جبت الاحجار حطيتيهم صح؟
شكرا. بس السؤال طلع شيء برتقالي ولا لا؟ طيب الحين هذا جزر اللي حطيناه، هذا ايش؟ انت زرعتي شيء زياده؟ لا. نشوف مع الايام ايش بيطلع. هذا الخيار ليان، شوف كيف صار الحين، اذا شلناه بتطلع خياره. شوف قالوا ثنيان يعرفون الجيران. توري يقول هلا والله، هلا ابوي والله. يا سلام الطماطم. سلام عليك. ما ادري احسها ملخبط. طيب هذا الطماطم خليه. هذه البصله طلع شيء غريب. الحين البصل نبت احسن من هذول اللي شريناه. اتوقع اكثر واحد بيطلع بصل. وتسوون بعد اشياء هناك؟ جبنا. جبت سبانخ؟ ايه عشانك سبانخ. المعتاد؟ جبنا نعناع. والله ما زالت الامل بتكبر والله. هذه الفراوله اللي ما صورناها. طلعت فراوله. طيب خلينا نصور بيت. اكيد اصحاب الثنيان اشتقوا له. هنا كان كله اخضر عشان الصيف الحين حر. السيكل موجود، كل شيء بناخذه البيت الجديد ان شاء الله. تعالي ذكرتيني، خلينا نطلع بيت بسرعه. تعالي بنطلع بيت من الموقع. طيب ليان، وهذه البيوت اللي طلعناها. حلو بس اصفر. ليان تقدرين تقولين كل بيت لونه اصفر، لونه برتقالي، لونه اخضر واحمر. هذا البيت جدا عجبني، بس ايش مو مؤثر. قريب من هنا، يقول اقل مده تسكن فيها في هذا البيت سنه. حلو، ويجينا فجاه يلا اطلعوا. طيب نتصل عليه، حط رقم الجوال. The customer you are calling, please try again later. طيب هو حط مين، خلينا نرسل ايميل. هذه الكراتين؟ طبعا الملابس لسه باقي ما طلعناها من الشنطه، وهذه الكراتين اللي راح نحط فيها باقي الاغراض. من ينزل هذا الفلوق باقي اربع ايام ونطلع من هذا البيت يا ريان. هنا كل شيء بسرعه 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 بسرعه. تركبين معي شاحنه؟ اي. يلا تعالي. بس يبغى لنا لزقه، شوف. السلام عليك. طبعا هذا الكرتون يجيك في هوم ديبوت، سعره تقريبا كم 99 سنت او دولار 20 سنت، جدا رخيص. تاخذه تفتح زي كذا. اللزقه تحطها. تسوي زي كذا. واللزقه. جلال ترى انت عندك شغل اليوم. حالك هالدلعب ارتاح ما ارتاح ما في. يلا حطي من البدايه للنهايه. كمل كمل لا يوقف لا يوقف. السلام عليك. عندك مقص؟ بس ما عليك. شوف هالزاله لما الحين نايم؟ اي. يا جماعه في اغراض لما الحين ما طلعناها من الكرتون. تونا نقلين البيت هذا، لا مشكلة البيت الجديد إن شاء الله خير. الله على أيام شقة. الحين حط الأغراض. دقيقة أصحاب ثنيان، مو إحنا دائما نقول لك المشكلة حل، شوية ثنيان بعد. عندنا مشكلة، حالياً إحنا فترة صيف، يعني شيئين، حر وكثرة الحشرات. سكرنا هذا الشباك، جلسنا بالحر، وانفتحناه دخلت كل هذه الحشرات. والنحل. ما يبينون حكيم. لكن كثير. طيب الخطة ليان تسوي مصيدة حشرات. أوكي. بس نحتاج جالون، نحتاج أشياء ثانية. الحين نشوف من جوجل. هذا اليوم إن شاء الله راح. راح. ليان أنت اكتبي في الجوال طريقة صنع مصيدة للحشرات. وتذكري أي مشكلة عندك. جوجل شوفي تقدر تحلينها منها. ما تقدرين فكري. جالسه اشوف الفيديو الاخير اللي سواه اكاديميه مبادر. سنبقى دوما منارا في السماء انجما اذا الصعب عظما اصبحنا عظاما. سنبقى دوما منارا في السماء انجما اذا الصعب عظما اصبحنا عظاما. يدا بيد نجتاز المستحيل مغامرون نطوي الدرب الطويل. يدا بيد نجتاز المستحيل مغامرون نطوي الدرب الطويل. صراحة ابداع هنيهم، وانا ابشرهم على الرحلة هذه، صراحة استمتعت معاهم، كان في الفائدة، ويكفي شفت محمد يسوي اشياء ما كان يسويها. يتسلق وحركات، وانا احب اشكر جميع اهالي الطلاب على ثقتهم الكبيرة فيني وعلى ثقتهم في الاكاديمية. طلعت خلاص. اشوف هذه الاشياء اللي تحتاجها، جلون ومقص وخل. مع البيت. هل تبغى تركب؟ لا اكيد. ايه هذه الالعاب هذه لازم لياقه. لازم لياقه. وش هي؟